هل حاسس ان في خطورة على مصر؟ طبعا ايه الخطورة اللي موجودة دلوقتي على مصر في ظل الاحداث اللي حوالينا والحرب الاقليمية اللي موجودة حوالينا دلوقتي؟ اولا اذا نجحت اسرائيل في ان هي مخططها يكتمل بالتاكيد يكتمل لحد فين؟ يكتمل لحد حدود الاردن حدود ومدخل الجزيره، هتوصل لحدود هتوصل الاردن، بالتاكيد هتدخل الاردن، هتدخل الاردن هتدفع السكان الفلسطينيين للهجره للاردن في الضفه الغربيه بعد ما فشلت الهجره لمصر. لا الهجره لمصر ديت ما يقدروش، حاولوا ما يقدروش يعني، هم حاولوا قبل كده برضه ما يقدروش، ما انا عارفه، ما ولا اكيد ما النهارده يقدروش ولا بكره ولا ولا بعد بكره ألف ولا سنه. بعده ولا هيقدروا. فدلوقتي الخطه هتتغير ان هم يدخلوا الاردن. هي الخطه موجوده للاردن، ها الخطه موجوده للاردن، ان انا عايز اشيل الكثافه السكانيه اللي في المثلث العربي في وسط اسرائيل، اللي هي حضرتك بتتكلم على دلوقتي سكان الضفه، سكان الضفه والمثلث العربي اللي جوه اسرائيل اللي هم عرب اسرائيل، اللي هو ما بين اللي هو الرمله والعفوله والنصره وام وقطاع الفحم. غزه وسكان قطاع غزه. قطاع غزه ده مشروع تاني، ده مشروع تاني. طب اسرائيل خلينا هنرجع له تاني هنرجع دلوقتي، له، هنرجع له. ولكن خلينا بالنسبه حضرتك للضفه بتتكلم على سكان الضفه كلهم يمشوا بالاضافه ويروحوا على الاردن. لعرب مثلث اسرائيل اللي ها هو العرب اللي هم داخل اسرائيل بيحملوا الجنسيه الاسرائيليه، ولكن هم عرب، دول 1,200,000. لو شلنا 200,000 اللي هم يمثلوا الدروز والبدو اللي في النقب، اسرائيل هتقبل بيهم، لا ما دول عندهاش مشاكل معاهم اصلا. بينخرطوا في الخدمه العسكريه. تمام. لكن لو اتكلمنا على مليون اللي موجودين حضرتك في المثلث العربي وعلى حدود الضفه الغربيه، بالتاكيد اسرائيل عايزه تدفع دول الى داخل الاردن. هتعرف تدخلهم جوه الاردن؟ مع الوقت لو نجح مخططها في موضوع لبنان وسوريا و في المنطقة ديت، بالتأكيد هتبقى عندها القدرة ديت، وإن كانت قد تكون مؤجلة لعشر سنين قادمة أو ست سنين بس أنا قادمة. شايفة إن الخطة عمالة بتتضغط، ما هي بتتضغط، لأن أنا عايز قلت ينفذ لحضرتك بسرعة. الخطة بالنسبة لهم من 8 ل 10 سنين. خطة بالنسبة لهم من 8 ل 10 سنين، ودي تصريحات رسمية مش بقول من عندي يعني. فأنا لما بنيجي إحنا المعطيات التصريحات السياسية لما نيجي نحطها كمعطيات ونفكر فيها على الورق مظبوط وعلى الخريطة، بنجد إن ده فعلا دي خطط طيب ويمكن الوصول اليها. ولكن فكره قطاع غزه، اسرائيل هتعمل على فكره تذويب قطاع غزه. ازاي؟ هتدوبه الاتي، انها هتفتح باب الهجره الطوعيه، وهناك كثيرين في قطاع غزه معاهم جنسيات اخرى. ما فتحتهاش من بدري ليه وتخلص منهم؟ ما هي عايزه تخلص منهم. مش قادره. ليه؟ اللي هقول لحضرتك، لان حركه حماس والمد الفكري لحركات المقاومه على خلفيه اسلاميه ادى الى تجذر فكره البقاء. فالناس مش عايزه تمشي، مش عايزه تمشي، بس هي ما فتحتش باب الهجره اصلا. لا هي مش مفتحتش، وما كانش عندها وسيله ان هي تضع قدميها داخل قطاع غزه، كانت حماس على كل الحدود حاميه قطاع غزه. وهي دخلت دلوقتي. دلوقتي دخلت بقى. تمام. الهجره مش هتتم غير من حاجتين، اما من البحر واما من مطار رامون الاسرائيلي. وهناك سابقه في ان الجيش الاسرائيلي او الدوله الاسرائيليه سمحت مبدئيا لافواج الحجاج من داخل اسرائيل ومن الضفه الغربيه لاستخدام هذا الممر. هو في النقب الاسرائيلي هذا المطار يعني هو قاعده عسكريه كبيره جدا من ضمن القواعد الرئيسيه، وفيها جانب مطار مدني. فهناك خطط لهذا، يعني اسرائيل بتخطط لده، وبتخطط ايضا ان حتى لو في حد في قطاع غزه عايز يذهب للاردن او لاي دوله عربيه اخرى هتسيبه يمشي. انا هنسيبك تمشي. طب ماذا لو تبقى 800,000؟ مفيش مشكلة، احنا هنشتغل عليهم بقى بالمدى الطويل. ده فكرة نتنياهو. ايه المدى الطويل يا استاذة أميرة؟ ان انا ابدأ اغير في ثقافتهم، ابدأ اغير في المقررات الدراسية. صعب. مش صعب. صعب. مع الوقت مش صعب. اسرائيل اللي كانت، لا اطفال غزة اللي احنا بنشوفهم دول ونساء غزة اللي احنا بنشوفهم بيتكلموا، صعب 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 الايديولوجية بتاعتهم يتغيروا، صعب ثقافتهم تتغير. حلو. يبقى احنا النهاردة علشان نوقف الطموح الاسرائيلي لازم نعمل ايه؟ لا انا بس عايزه اكمل حته. احنا بنتكلم دلوقتي على سكان الضفه بالظبط، قطاع غزه دلوقتي بالزبط. سكان الضفه وباقي العرب اللي موجودين ان هم ينتقلوا للاردن، وبعدين إسرائيل. وبعد كده هيبقى يهوديه اسرائيل اللي هو الدوله القوميه بقى، ان اسرائيل هتبقى دوله قوميه خالصه لليهود. ثم تاتي مرحله التمدد الاقليمي. التمدد الاقليمي ده يا استاذه اميره ايه اللي انت بتقولي بقى؟ ايه التهديد اللي على مصر؟ لما تتمدد اسرائيل في مصالحها في السودان، لما نشوف واحد زي حميدتي ده حميدتي انفصل بدولة وبقت علاقاته قوية بإسرائيل وهو هينجح ان هو يعمل كده، قوات الدعم السريع هتنجح في ان هي تسيطر. انا شايفة ان الجيش دلوقتي ابتدى يسيطر بشكل كبير في السودان. الجيش ابتدى يسيطر، ولكن هناك نقطة مهمة، فكرة الانفصال. فكرة الانفصال قد لا يقودها حميدتي، قد تقودها أطراف أخرى في دارفور وقوى أخرى في دارفور متحالفة مع الجيش، زي ما حصل في انفصال جنوب السودان. يا فكرة الانفصال مش بالضرورة التقسيم، مش بالضرورة حميدتي، لأن إقليم دارفور لحد عشرينيات القرن الماضي ما كانش جزء من السودان.
هو ضم بريطانيا الى السودان وكان مملكه قائمه بذاتها زي تشاد وزي البلاد دي. فهناك اشكاليه كبيره جدا ان العالم النهارده بيمر بالمرحله الثالثه من التطور فيما يتعلق بالابعاد القوميه. يعني النهارده القوميات هي اللي هتشتغل مش الاديان، الاديان بتنحصر. فكره ان انا هعمل ده علشان شيعي ولا هعمل ده علشان سني، هذا بدا ينحصر وبقى هناك صراع قومي. انت قوميتك ايه؟ مين اللي هيقود هذه القومية؟ ما زال المتعثرون في هذا الإقليم الواسع هم العرب، لأنهم لم يتفقوا على من يقود هذه القومية. معروف تماما لدى الجميع أن المخزون الفكري والثقافي والمعنوي للقومية العربية مصر.